وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة تروي الاستثمار الفرنسية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين. جاء ذلك في ختام منتدى الأعمال المصرية الفرنسية في باريس ومارسيليا بحضور وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية سوفي بريماس وأكثر من 350 شركة فرنسية.